السلام عليكم، جايبين لكم اهم الاخبار اللي حصلت في الزمالك وفي الكره المصريه منذ قليل. عملت لكم حلقه شامله مجمع لكم فيها اهم الاخبار اللي حصلت في الساعات الاخيره، اخبار مهمه جدا. هتخرج من الحلقه دي عارف كل حاجه بتدور وبتحدث في الكره المصريه بشكل عام وفي نادي الزمالك بشكل خاص. الموضوع التاني اللي هنتكلم عليه، تعالوا بينا نضحك مع بعض على بيان اون تايم سبورت بين قوسين قناة الاهلي 2. تعالوا يلا نضحك ونشوف قناة اون تايم سبورت طلعت بيان قلكنا على روحنا من الضحك. تعالوا يلا بينا نتكلم على اخبارنا ونختم بقى بالبيان الهزلي، البيان المضحك بتاع اون تايم سبورت. تعالوا نبدأ حلقتنا النهاردة بأحمد مجاهد والتأجيلات بتاعة الدوري واللي بيحصل في الكرة المصرية، ويعني الدوري الحالي خلاص يعتبر باظ بالمعنى الحرفي، والدوري القادم باظ بسبب أحمد مجاهد وبسبب النادي الأهلي. الاتنين دول، الأستاذ أحمد مجاهد والنادي الأهلي، أقسم بالله العظيم بوظوا ودمروا الكرة في مصر. أحمد مجاهد بعت للأهلي وقال له ترضى تلعب الماتشين الجايين بدون لعبتك الدوليين اللي مع المنتخب الأولمبي؟ أعتقد هيبقوا ماتشين، لأن المنتخب عنده البرازيل يوم السبت، وتخطي البرازيل عقبة صعبة جدا، إنما ممكن. بس برضو حتى لو المنتخب تخطي البرازيل فأنت هتلعب ماتشين ثلاثة بدون اللعبة الدوليين. الأهلي رفض تماما، مع إن الأهلي القائمة بتاعته فيها 30 لاعب، والاهلي بمن حضر، انما ما طلعش الاهلي بمن حضر، الاهلي طلع بمن سافر الاولمبياد. نفس الخطاب اتبعت لنادي الزمالك، رد الزمالك قال انا موافق وما عنديش مشاكل ان انا العب بدون اللعيبة الدوليين بتوعي، ما عنديش اي مشكلة في كده، رغم ان الزمالك عنده الونش افضل مدافع في الدوري المصري، عنده امام عاشور اللي مالوش بديل، عنده احمد ابو الفتوح اللي عبد الشافي بيبقى اوقات كتيرة مش جاهز في نادي الزمالك. مش هجيب لك سيرة عبد السلام عشان عبد السلام مش بيشارك مع نادي الزمالك. فاحمد مجاهد خلاص اخد قرار ان هو الاهلي هيلعب النهاردة مباراة أسوان الساعة 7، وخلاص من أول 8 أي ماتش في دوري أو كاس هيتأجل ومش هيتلعب. وهيعمل أحمد مجاهد جدول جديد للمرة المليون، هيعمل جدول جديد هينزل يوم الحد القادم بناء على نتيجة مباراة منتخبنا الوطني أمام البرازيل. لو المنتخب كمل أعتقد الدوري هيبقى ليه شكل معين، لو المنتخب لا قدر الله ما كملش الدوري هيبقى ليه شكل تاني ومواعيد تانية. فأحمد مجاهد مستني يشوف منتخب مصر يوم السبت هيعمل ايه، وبعد كده يحط الجدول اللي هو اتحط 15,000 مرة عشان خاطر النادي الاهلي. واعتقد يعني ان احمد مجاهد المرة دي، يعني انا بقول له ريح نفسك وقعد مع سيد عبد الحفيظ يحط لك الدوري اللي هو عاوزه، ونخلص بقى من ام الدوري ده ونشوف الدوري اللي جاي اللي هيبدأ في شهر 10. اعتقد احنا في كارثة، احنا في كارثة احمد مجاهد حطنا فيها. انت عندك اخر شهر 8 لغاية يوم 7-9 عندك فترة توقف اصلا، اللي هي بتاعت مباراتي انجولا والجابون بتاع منتخب مصر. عندك في شهر 12 فترة توقف برضو بسبب مشاركة منتخب مصر في البطولة العربية اللي هتقام في قطر. عندك في شهر يناير منتخبنا الوطني كأس الامم الافريقية. عندك في شهر فبراير عندك دوري المجموعات سواء في الكونفدرالية او في دوري ابطال افريقيا. فتأجيلات. فالدوري اللي جاي هيتلعب امتى برضه وهيخلص امتى؟ نطلع من نقرة لدحديرة ومن فخ الفخ ده كله عشان خاطر النادي الاهلي وعشان خاطر التأجيلات والنادي الاهلي وسيد عبد الحفيظ والمهزلة اللي بتعيشها الرياضة المصرية. فده كان اول موضوع، ان الجدول الجديد يوم الحد الجاي نازل لما نشوف رأي الكابتن سيد عبد الحفيظ ايه، ولما نشوف رأي النادي الاهلي ايه. عايز اقولك ان في كلام طالع من اتحاد الكرة ان لو منتخب مصر كسب ان شاء الله باذن الله منتخب البرازيل، فالماتشات بقى بتاعت الدوري هتبدأ ترجع من يوم 9 او 10 اغسطس. لو المنتخب مصر اتغلب لا قدر الله من البرازيل فالماتشات هترجع يوم 5 يعني او 6 اغسطس. ده بالنسبة لعودة مباريات الدوري. في كلام ان الدوري هينتهي يوم 20/9، وانا اعتقد ده صعب جدا في ظل التأجيلات اللي احنا شغالين عليها دلوقتي.
في كمان محاولات الاتحاد الكرة المصري بيعملها مع الكاف عشان خاطر يأخر إرسال القائمة الأفريقية بتاعة الأهلي والزمالك وطلائع الجيش، وهنشوف مين المركز الثالث اللي هيشارك مع طلائع الجيش في الكونفدرالية. اتحاد الكرة المصري بيعمل محاولات لان اخر ميعاد لارسال القائمة الافريقية يوم 13 اغسطس، فاتحاد الكرة هيكون لسه الدوري طبعا شغال والاندية ملحقتش تجيب لعيبة ولا تمشي لعيبة والكلام ده كله، فالاتحاد عاوز ياخد فترة سماح من الاتحاد الافريقي. هل هيتم بالسماح مش هيتم بالسماح؟ الله اعلم. عاوز اقولك ان اتحاد الكرة احمد مجاهد اختار نادي طلائع الجيش وصيف الكأس للمشاركة في الكونفدرالية بدل النادي اللي كان بيشارك المركز الرابع، فالمركز الثالث والرابع كانوا بيشاركوا في الكونفدرالية، انما المركز الثالث هيشارك في الكونفدرالية والرابع اتبدل بوصيف الكأس، يبقى كده الثالث هيشارك في الكونفدرالية ووصيف كأس مصر هيشارك في الكونفدرالية غير الاهلي والزمالك اللي هم داخلين في دوري الابطال الموسم القادم بإذن الله تعالى. عاوز اقول لك كمان ان انتشرت صورة لرمضان صبحي بيصافح نجم منتخب مصر ونجم نادي الزمالك والهداف التاريخي لمنتخب مصر في الاولمبيك جيمز احمد الاحمر، واللعيب اللي احرز اكتر عدد من الاهداف لمنتخب مصر في اولمبياد لندن. انتشرت طبعا الصورة الشهيرة دي، زائد ان كمان انتشرت صورة رمضان صبحي وهو متصور مع امام عاشور واحمد ابو الفتوح والونش في المنتخب الاولمبي، في كلام ان الدنيا قربت شوية، ان رمضان قرب من الانتقال لنادي الزمالك. الموضوع اللي معانا بعد كده استفتاء الفيفا، عملوا استفتاء واحمد حجازي خد افضل لاعب في دوري المجموعات الدور الاول اللي اتلعب ما بين كل المنتخبات دي، فعلا ده اختيار موفق جدا. واحمد حجازي بسم الله ما شاء الله عامل بطولة، مش عايز اقول لك بطولة في منتهى الروعة وبطولة في منتهى الجمال. احمد حجازي لعيب فعلا تقدر تقول عليه من العيار الثقيل ومن اهم اللعيبة اللي موجودة في منتخب مصر. عاوز كمان اقول لك ان خلاص اليوناني فانجليس انجلو مديرا فنيا جديدا لنادي الزمالك لفريق الباسكت بدل من اوجوستي اللي الاهلي نادي القيم والمبادئ اخده واستغل الظروف المادية اللي الزمالك فيها والمشاكل الادارية اللي الزمالك فيها واخد مدربه. وفي كلام ان وولتر هوج نجم نادي الزمالك لكرة السلة بعد 3 شهور هينتقل للنادي الاهلي. عاوز كمان اقول لك ان الكابتن ضياء السيد يعني تمت اقالته من نادي سيراميكا كليوباترا، اقالة غريبة جدا، وتم تعيين هيثم شعبان اللي كان موجود قبل الكابتن ضياء السيد برضو بيدرب سيراميكا كليوباترا، فهيثم شعبان يعود مرة اخرى مديرا فنيا لسيراميكا كليوباترا. كتر التغييرات دي مش في صالح اي فريق. عاوز اقول لك ان معروف يوسف وافق على جدولة مستحقاته مع الزمالك بعد ما رفع قضية على نادي الزمالك وطالب بمستحقاته المتأخرة، والفيفا حكمت له ب8 مليون جنيه. بالفعل تمت يعني او تم التواصل مع معروف يوسف عشان خاطر يجدول الفلوس دي. عاوز اقول لك ان جلطة سراي حاليا بيحاول يتكلم مع وكيل رمضان صبحي، وعاوز رمضان صبحي او عمرو وردة، فهنشوف رمضان هل انباء انتقاله للزمالك وقرب انتقاله من نادي الزمالك هل ده هيتم، ولا رمضان هيكون ليه رأي اخر ويزامل مصطفى محمد في جلطة سراي التركي. عاوز اقول لك كمان ان الزمالك اغلق الباب امام محاولات اوباما للرحيل، اندية كتيرة من السعودية كانت عاوزة اوباما وعلى رأسهم نادي الحزم السعودي، ولكن الزمالك رفض تماما لعدم توافر البديل ليوسف اوباما. وكمان كارتيرون يعني حمر عينه كده بالبلدي لأحمد عيد وقال له ابعد عن الوكلة وعاوزك تركز، وانا ما قلتش ان انت هتمشي وانا لسه ما اصدرتش قرار بالراحلين عن نادي الزمالك، فدي كانت قرصة ودني كده من كارتيرون لأحمد عيد. عبدالله جمعة خلاص الموسم بتاعه انتهى في نادي الزمالك ومشواره انتهى في نادي الزمالك، عبدالله جمعة على خلاف
حاد مع كارتيرون وعبد الله جمعه خلاص يعني اتفق مع بيراميدز على الانتقال ليه مقابل 18 مليون جنيه سنويا صافي ضرائب. وفي كلام بيقول ان عبد الله وقع ومضى بالفعل على عقود انضمامه لبيراميدز. كارتيرون عاوز مصطفى فتحي واداره الزمالك عاوزه تستغل مصطفى فتحي كورقه تفاوض يا اما في الصفقه التبادليه مع بيراميدز يا اما في صفقه حسام حسن مهاجم سموحه. انما كارتيرون يعني طمعان شويه عاوز مصطفى فتحي وكمان محمد ونجم وكمان طلب من الزمالك سرعه انهاء التفاوض مع اريك تراوري. والحاج فرج عامر عاوز يدي الزمالك حسام حسن مقابل مصطفى فتحي زائد مروان حمدي زائد مبلغ من المال. فطبعا ده كتير جدا جدا جدا. الحاج فرج عامر بيستنصح كده على نادي الزمالك. لسه لغايه دلوقتي الزمالك ما جابش صفقات، لسه الزمالك ما انهاش اي صفقه بشكل رسمي. صفقه كريم العراقي لسه المصري عاوز 15 مليون زائد المصري عاوز احمد عيد وعاوز محمد عبد السلام، طبعا مبالغه غير طبيعيه في الطلبات. محمود شبانه مدافع اسوان عاوز 8 او 9 مليون جنيه. مش عارف الزمالك كل ما يجي يطلب لعيب من نادي النادي يغلي عليه قوي كده ليه بشكل مبالغ فيه. دي كانت اهم اخبارنا، دي كانت اهم اخبار نادي الزمالك. تعالوا بقى يلا بينا نخش على البيان الهزلي، على البيان المضحك بتاع قناه اون تايم سبورت. تعالوا يلا بينا نضحك على بيان اون تايم سبورت الهزلي، البيان المضحك، البيان اللي يخليك تقعد لو انت يعني قاعد كده بتقرا البيان ده كده على رواقه والله هتضحك وهتقعد تسخسخ على روحك من الضحك لهذه القناه الف قويه، القناه اللي بتدعم النادي الاهلي اللي جمهور نادي الزمالك مسميها قناه الاهلي 2. تعالوا نقرا البيان ونرد على هذه الاكاذيب اللي موجوده في هذا البيان. بيان مشترك لقنوات اون تايم سبورت والاهلي والزمالك: لوحظ في الفترة الاخيرة قيام بعض الافراد بمحاولات مغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي لاشعال نيران التعصب بين ناديي الاهلي والزمالك وافساد الموسم الكروي الناجح والزج بالكرة المصرية وانديتها لنفق مظلم. وازاء هذه التصرفات المشينة نؤكد اننا نسعى دائما لتقديم اعلام هادف وراقي، والله كاتبين كده، يخدم الرياضة المصرية ويصب في مصلحتها، بلاش يصب دي، تماشيا مع الميثاق الإعلامي. يا راجل انتوا عندكم ميثاق إعلامي؟ ده انا هفضحكم دلوقتي. وبعيد تماما البعد عن الإثارة والفتنة، وداعما لكل أركان المنظومة الرياضية باحثا عن استقرار المسابقات واستكمالها بدون مشاكل وفق الخطة الموضوعة من الاتحاد لتقديم مسابقات قوية يغلفها الندية والحيادية والتكافؤ وتخدم المنتخبات الوطنية. ونؤكد أننا سنواصل العمل بهذه المنهجية غير مهتمين بمثل هذه المحاولات الفردية لتعكير صف الرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، وسنبقى دائما حريصين على دعم علاقات الود والاحترام بين جميع الأندية وكذا علاقاتهم مع الاتحادات واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة في ذات الوقت، داعمين لمزيد من التنافس الرياضي القوي الهادف لمصلحة الكرة المصرية بشكل خاص والرياضة المصرية بشكل عام. الحمد لله اللي أنا خلصت قراية البيان ده، بيان رخم، بيان ممل، بيان كاذب، بيان كله أكاذيب. اون تايم سبورت هي قناة النادي الأهلي الثانية، اون تايم سبورت اللي كان عندها مذيع اسمه كريم خطاب في الموسم في مباراة الدور الاول لمباراة الزمالك، اللي نزل عنوان في البرنامج الفاشل بتاعه وقال ان الزمالك والاسماعيلي قمة التفويض، او يعني وقمة يعني ان الناديين بيفوتوا ببعض قمة التفويض، وحصل عليها مشكلة كبيرة جدا. تعال اقول لك ان قناة اون تايم سبورت اللي بتتكلم دي اللي كلها اكاذيب اللي بتنشر التعصب في الرياضة المصرية كان عندها يعني مذيع اسمه كريم رمزي طلع وكذب وقال ان الزمالك ادى فلوس لاحمد سيد زيزو في كراتين وحصل عليها مشكله كبيره، وطلع اعتذر والقناه طلعت اعتذرت بعد ما الكابتن حسين لبيب زعل وغضب بسبب الكلام والاكاذيب اللي طلعت دي. تعال اقول لك كمان ان قناه اون تايم سبورت بتجيب معلقين متحيزين للنادي الاهلي، متعلقين متعصبين للنادي الاهلي، الكواليني وبلال علام
والكاشف والناس اللي هي لا عندها كاريزما ولا عندها موهبة ولا عندها حضور، وكمان بتتميز بعدم الحياد والانحياز التام للنادي الاهلي. وكلنا طبعا بنشوف في التعليقات ده بالنسبة للمعلقين قناة اون تايم سبورت اللي عندها احمد شوبير وسيف زاهر اللي مسخرين البرامج بتاعتهم للتلميع في مجلس ادارة الاهلي والنادي الاهلي ولاعيبة النادي الاهلي والهدم في نادي الزمالك واخبار يعني بتهدم نادي الزمالك باستمرار. تعالوا بينا نشوف قناة اون تايم سبورت عملت ايه مع فرجاني ساسي وقط اللبس وهياخد كتير وشوبير يطلع يتكلم وسيف زاهر يطلع يتكلم. سيف زاهر ده بيدس السم في العسل، شوبير ده مخصص برنامجه لخدمة النادي الاهلي ويقول لك حيادية ويقول لك نيران التعصب. انتم يا اون تايم سبورت اللي بتعملوا التعصب، انتم اللي بتعملوا الفتنة بين جمهور الاهلي والزمالك، انتم اللي بتدعموا التعصب، انتم اللي ما عندكوش مهنية، انتم اللي ما عندكوش حيادية. روحوا تعلموا الحيادية الاول وروحوا تعلموا المهنية الاول. محتاج حد يرد عليا في المهازل اللي انا قلتها دي؟ علي معلول رافض يجدد للنادي الاهلي، مفيش حد قادر راجل يطلع في البرنامج بتاعه ويقول الكلام ده، انما كان على فرجاني ساسي قط اللبس ومش قط اللبس والكلام ده كله. خناقات النادي الاهلي والمشاكل اللي بتحصل داخل النادي الاهلي وداخل غرف لبس النادي الاهلي اللي ما بتطلعش. عاوز اقول لك كمان ان قناة اون تايم سبورت ياما جابت اخبار كاذبة على نادي الزمالك وما بتقدرش تهوب من النادي الاهلي، برامج واكاذيب وترويج على نادي الزمالك. روحوا الاول عالجوا نفسكم، روحوا الاول بصوا لنفسكم في المراية وبعدين طلعوا بيان واتكلموا، ما تبقوش زي اللي مش عارف ايه وبتتحدث على ايه. بطلوا كذب، بطلوا تدليس. اقسم بالله ما حد عامل تعصب في الكرة المصرية الا هذه القناة الفئوية التي تدعم النادي الاهلي اون تايم سبورت، اللي انا من وجهة نظري بسميها يعني القناة الثانية للنادي الاهلي او قناة الاهلي 2. وصلنا لنهاية الحلقة، وفي النهاية اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، واتمنى اللي اول مرة اتفرج علينا يدعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وان شاء الله باذن الله نتقابل على خير دايما وانتم في احسن صحة وفي احسن حال، والسلام عليكم.